شيء يتعلق ببغداد حصة الموازنة المادة 140 الشيء قانون النفوذ المناطق المتنازعة هاي كلها الحزبين متفقين عليه وراح يصوتون يوم السبت. الخلافات مستمرة على موضوع الانتخابات بصريح العبارة الديمقراطي مصر أن يكون انتخابات بالموعد المحدد وهو 18/11 ما حدده رئيس الإقليم، ولكن الاتحاد غير مستعد للانتخابات ويومية عندنا مشاكل وياهم لأنهم وضعهم الداخلي والانشقاقات والوضع الجماهيري وضعهم كلش مو زين للانتخابات. عندنا هاي المشكلة حالياً الإقليم شلون نمرر الانتخابات وتقريباً يعني حسب 12.67 بالنسبة لإقليم كردستان اللي إقليم 6.5 ملايين على 41 مليون هي الحصة قليلة، كان المفروض أن تكون 14% ولكن في ذلك الوقت سيد محمد الشيعة السوداني كان عنده بعض الآراء بأن يتم هذه الحصة 12.67 لحيث إجراء التعداد والإحصاء السكاني نهاية العام. في حال التعداد إذا صار حصة الإقليم 15 راح يعوض الإقليم على 16 تريليون ونص.